تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة قائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. رفع فيها إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باسمه ونيابة عن جميع رجال قوة دفاع البحرين أسمايات التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبة الوطنية، داعيا الله العلي القدير أن يديم على سموه وفور الصحة والسعادة ويبقيه ذخرا وسندا للوطن والمواطنين، وينعم على مملكة البحرين بالمزيد من الرفعة والعزة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه.